12-1 حينتقلوا بعدين للمرحلة التالية السويبر. سويبر. لكن أولا نبدأ المغامرات والتحدي مع كارين من أرض الحدث. هي اللي هتبدأ لنا النهاردة أول متسابق. من موقع وايب اوت وتحت ناطه الانطلاق رح نشوف اخر تصفيه اولى لهالموسم ورح فضي الساحه للمشتركين. انا نرمين من البحرين، ان شاء الله اذا فزت راح اجيب فوزي لزوجي يحيى وماي بيست فريند ماي، واذا خسرت راح اجيب خسارتي لكل رجال العالم وفوقهم شنغايل فريندز جروب. انا مدربه، اول امراه عربيه احصل على اللايسن لادرب في الاوف رودينج، وعندي بلاك بيلت في التايكوندو، وان شاء الله راح اكسب واقهر الرجال في شغلي وراح اقهرهم هني في الوايب اوت. يا رجال العالم اختبئوا المتسابقه الاولى في الحلقه الاخيره. نرمي لكمتها تاكلها اكل. يلا يا نرمين، انت معك حزام اسود. انت معك حزام اسود وما يكون ليلتك بيضة هون ان شاء الله. اول واحده تاخد بوكس يا اخي وما تقعش. سبحانك يا الله سبحانك. بص بص ايه قريت قفلت مناخيرها دي. مش ترعى يا نرمين، ده طين طين يا نرمين. برضه معلش مشاوكه رقميه شركه اوبا. اوعى اوعى اوعى. بص الوقعه دي، بص الوقعه دي واقعه بتاعت لا جباره جباره. وبص الطرطشه لم نراها. وقعت حزام اسود تايكواندو. من هذا؟ قول. يلا يا نرمين. الله الله حلوه حلوه برافو. يلا سيبي. ايوه برافو برافو نرمين. ايوه 6 دقائق 15 ثانية. ايه ده؟ يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. طرزان عن جد؟ أنا محمد علي من تونس، طرزان تونس. شل ولا إيه؟ ما عرفش يقول. جيت هنا باش تحدى الكل العالم الكل تحداه. ونتقابلوا في النهائي.